وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة نبض الحياة، وضيفنا دكتور مصطفى العكريشي من علماء الأزهر الشريف، وهنتكلم عن موسم الخير والسباق الرمضاني في الدنيا، وإن سبحان الله لازم دايما نبقى عايشين وعينينا على الآخرة ورضا ربنا. أهلا وسهلا بحضرتك. كل لحظة حضرتك طيبة. أهلا وسهلا. ربنا يعزك يا رب، ودايما كده في طاعة. آمين يا في رب. في كل لحظات وساعة. آمين. وبإذن الله نروح لربنا سبحانه وتعالى في آخر رمضان ومعانا أحلى بضاعة. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. إحنا بقى عايزين نتكلم على سباق الخير في رمضان. الحمد لله الذي جعل المنفقين ودا وأحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. زكى نفوسهم فجعلهم من أهل السعادة، وصفاها ونقاها وملأها ودادة، ثم أفاض عليهم من عطاياه فجعلهم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والصلاة والسلام على الذي جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين أئمة وقادة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الحوض والريادة. زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيب، يا كل رجل يشاهدنا يا كل امرأة أو صبي، إن كنت ترجو شفاعة زد في الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أولا الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة إن ربنا سبحانه وتعالى بلغنا رمضان. بس ولكن بعد أن بلغنا رمضان إيه اللي هنعمله في رمضان؟ رمضان سوق قام ثم انفض، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. طب انت ايه البضاعة بقى اللي هتعرضها في رمضان؟ فين بضاعتك اللي هتقابل بها رب العباد سبحانه وتعالى، اللي هتختم بها الشهر الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى؟ كنا من يومين يا أستاذة دعاء بنقول مرحب رمضان، وانتصف رمضان، خلاص هي الأيام الحلوة بتنقضي بسرعة كده. لازم نبقى فيه بقى في سباق زي ما حضرتك بتقولي كده، في تنافس. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آية تانية في سورة آل عمران بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في فرق بين الاثنين؟ أكيد أكيد. المسابقة فردية بينك وبين حد، تمام؟ أما المسارعة جماعية بينك وبين جماعة. اجري ونافس، نافس الناس دي. كل واحد فينا يا أستاذة دعاء هيعدي على الصراط يوم القيامة، وربنا يا رب يعدينا من عليه بكل سلام ويبلغنا الجنة يا رب. آمين آمين يا رب. أما العلماء وصفوا الصراط يا أستاذ دعاء قالوا هو أحد من السيف وأدق من الشعر. طب أنا هعديه إزاي؟ قالوا يوسعه الله سبحانه وتعالى على من يشاء. طب أنا عايز أجري على الصراط ده، منهم من يأخذه كسرعة البرق، ومنهم من يأخذه حبوا، ومنهم من تخطفه الكلاليب. طب أنا عايز أخده إيه بقى؟ صاروخ. أعمل إيه؟ أقول لك هي الآخرة انعكاس للدنيا. سرعتك في عمل الخير هنا إكوال تساوي سرعتك على الصراط هناك. شوف أنت هنا مسارع ولا لا، بتسبق لله سبحانه وتعالى ولا لا، بتسارع في عمل الخيرات وتصل إلى رب العباد سبحانه وتعالى ولا لا. دايما يا أستاذ الدعاء كل إنسان فينا عنده ثروة، عنده مال، عنده عزوة، عنده عنده عنده. أغلى حاجة في حياة حضرتك إيه؟ يعني حاجات كتير. ربنا. الله. ولادي. الله. رضا ربنا طبعا. سبحانه وتعالى أغلى حاجة. طيب إيه ثروتك في الحياة؟ معلش هنخلي الحلقة كده راح جاي. أغلى ثروة عندك في الحياة؟ إيماني وولادي برضو. جميل. طيب أغلى ثروة عند كل إنسان وقته أو عمره، ليه؟ ده اللي بنغفل عنه بقى. الله ينور على حضرتك. ليه؟ ليه وقتك وليه عمرك؟ لأن من قضى منه لا يعود أبدا، اللي بيروح منه ما بيرجعش. صح. عشان كده يا أستاذة دعاء زي ما حضرتك قلت في حلقات سابقة الصلاة مهمة. ليه الصلاة واخدة الحيز الكبير ده كله في العبادات، والصلاة عماد الدين وهكذا وهكذا؟ عارفة ليه؟ لأنها بتاخد من وقتك، بتستقطع من عمرك، بتقول أنا خلاص هعمل كده ديسكونكت، خلاص أنا همشي بقى، خلاص كده أعمل انفصال بين الدنيا وأقبل على الله عز وجل بكليتي وادخل على الله عز وجل. فالصلاة بتاخد حيز كبير منين؟ من عمرك، بتاخد حيز كبير من زمنك، فعشان كده هي مهمة. برضو رمضان أياما معدودات، ربنا قال عنه كده أياما معدودات، هتسبق فيه ولا لا؟ هتلحق فيه ولا لا؟ عشان كده دايما يا أستاذ دعاء اليوم ينادي على ابن آدم ويقول له أنا جاي لك أهو، أنا جيت لك النهاردة، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود.
انا ما برجعش ابدا. اغتنم اللحظات ديت، اغتنمها في عمل الخير والمسابقه للخيرات، وانك تكون داعم رئيس في كل عمل وكل باب من ابواب الخير. رمضان يا استاذه دعاء هو قلب الشهور، انا بشبهه كده. رمضان قلب بقيه العام. في رمضان ده لو اصلحت قلب العام بقيه العام هيصل اليه الدم، والشرايين هتوزع بقى والدنيا تبقى زي الفل. رمضان ما رعيتهوش كويس خلاص بقيه العام هتلاقي صحتك مش كويسه، هتلاقي بقيه العام في الطاعه انت مش كويس. فلازم أن تغتنم شهر رمضان في المسابقه والمسارعه الى الخيرات. دايما يا استاذ دعاء يعلمونا اساتذتنا في الازهر الشريف يقولوا لنا ايه بقى؟ لازما في كل وقت تمر بثلاث مراحل وبخاصه الاوقات الجميله. اعمل ايه؟ الاول مرحله مرحله التخلي. تاني مرحله مرحله التحلي لتصل الى مرحله التجلي. التخلي ان تخلي قلبك عن الذنوب والسيئات. اخرج واخرج من قلبك الاغيار حتى تحل مكانها الانوار. شيل كل ما هو، شيل خالص، نظف قلبك، التخلي. طب انا خليت قلبي بقى من الذنوب والسيئات، حلها بالطاعات. حل بقى قلبك بقى، وحل محل السيئات والذنوب، خلاص قلبك فضي ونظفت والدنيا زي الفل في رمضان، وسابقت للخيرات بقى، سابق داوم بقى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يملى لك قلبك بالطاعات والاشياء الجميله بتقبل بها على رب العباد سبحانه وتعالى. طب انا عملت الطاعات، ايه اللي هيحصل؟ يتجلى عليك بالبركات رب الارض والسماوات. يبقى لازم كل انسان في رمضان يمر بثلاث مراحل، مرحله التخلي ومرحله التحلي ومرحله التجلي، عشان ربنا يتجلى عليك. طب واذا ربنا تجلى عليا ايه اللي يحصل؟ نسمع بقى الحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم كان بيقوله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا سلام، حاشا لله ان ربنا يحل في جسم اي انسان، بس الله. ولكن ايه بقى؟ كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ايه يا استاذ دعاء والساده المشاهدين معانا؟ يعني ممكن انت تبقى راكب عربيه وفي صوت دوشه جنبك وكل ده، والراجل بتاع العربيه مشغل القران، ودنك ما تستقبلش الا القران، سابت نفسها من الدوشه اللي حواليك دي كلها، وهنا وهنا وهنا، خلاص هي بقت مرتبطه بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ايدك ما تتمدش الا على كل حلال. رجلك ما تسعاش الا لكل خير، وتسابق وتنافس غيرك على الخير، تجري هنا وتجري هنا وتجري هنا. ليه؟ لانك بتستغل وقتك، بتستغل عمرك اللي مش هيرجع تاني. عشان كده احد الصالحين يقول ايه بقى؟ يقول واحد بيساله، بيقول له: كيف وصلت الى الله؟ فوصلت لربنا ازاي؟ قال: عالجت نفسي على الطاعة فتمردت، فتركتها وذهبت إلى الله وحدي. عالج نفسك، نظف قلبك من الشح والبخل وحب المال والكلام ده، وأقبل على الله عز وجل بالإنفاق، بالصدقة، بأي عمل من أعمال الخير. استغل الشهر الكريم ده، الله أعلم إن كان ربنا سبحانه وتعالى يعني، وبإذن الله يا رب يكون ربنا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا. اللهم آمين يا رب العالمين. إحنا والسادة المشاهدين، طب ربنا هيبلغنا رمضان القادم ولا لا؟ الله أعلم. الله أعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعني كريم سبحانه وتعالى. فأنت استغل، أنت اللي ملكك يومك. إحنا زي ما كنا بندعي من قبل رمضان أنه اللهم بلغنا رمضان. طيب الحمد لله إحنا من الناس اللي ربنا أكرمنا وأنعم علينا وعشنا لحد لما بقينا في رمضان، نغتنم بقى الفرصة دي. الله ينور على حضرتك. ده الفرص أنا بسميها اقتناص. اقتنص الفرصة. في ناس تقول لك يا أستاذ دعاء، يقولوا إيه؟ الفرصة ما بتتكررش. بنسمع دايما الناس تقول كده. لا، الفرصة دايما بتتكرر طول ما فيك نفس. لسه بفضل الله عز وجل أقبل على الله، ادخل بس على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى فتح أبوابه خلاص، والجنة فتح أبوابها، هو بس ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل ليس العجب من إنسان ومن عبد يتزلل، إنما العجب من رب يتودد. يا سلام، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. بس على كل إنسان فينا انه يقبل على الله عز وجل، ومرن نفسك ودرب نفسك. قلبك ده نفضه، نفض قلبك، قلبك ده هو رمضان بالظبط، نفضه خليه وحليه حتى يتجلى ربنا سبحانه وتعالى عليك.
عارفة عاملة زي ايه يا استاذة دعاء؟ كوباية كده عندي فيها رز، طب انا بقى عايز احط فيها سكر اعمل ايه؟ لازم اعمل ايه؟ افضي الرز الاول عشان احط السكر الجميل الرائع بقى وحلي بقى. فانت فضي قلبك ونظف قلبك في الايام الجميلة دي. طيب احنا دلوقتي مع مشاهدينا هنشوف اول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة نبض الحياة، وهنرجع نعلق عليه. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر إلى يوم القيامة. ومعنى أنه مستمر أن يكون صدقة جارية حتى بعد وفاة الإنسان الذي غرس أو زرع. مؤسسة نبض الحياة هدفها الأساسي خدمة المجتمع، نسأل الله لهم التوفيق. أنا جيت هنا عشان أزرع النخلة عشان خاطر محمد، لما قال لي يا أمي أنا رايح سينا وهستشهد هناك عشان تراب بلدي. بشكر ربنا سبحانه وتعالى انه ربنا وفقني وقدرت اعمل حاجه بسيطه جدا لامي وابويا، نخله صدقه جاريه على روحهم، وده اقل واجب. احنا بنشكر مؤسسه نبض الحياه ان هي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نعمل خير في هذا المكان، وان نوعيه النخله يا جماعه اللي احنا بنزرعه ده نخل اسمه المجدول، من انقى وارقى انواع النخل، فدي حاجة عظيمة جدا 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 وثواب وصدقة جارية مدى الحياة. احنا ثلاثة اخوات، انا الحاجة رابحة ابو سمرة من المنصورة، والحاجة هادية ابو سمرة، والحاجة صبرة ابو سمرة، جينا عملنا كل واحدة عملت نخلة، عاملينها يعني صدقة جارية لنا في حياتنا وبعد مماتنا، وان شاء الله هنيجي نعمل كمان وكمان، وهنجيب ولادنا وجوازنا وكلنا وهنيجي نعمل ان شاء الله. أنا جات هنا نبض الحياة مرة واثنين وثلاثة. أول مرحلة زرعت هنا في الوادي الجديد ثلاث نخلات، واحدة باسم والدي وأختي وأمي الله يرحمهم، وزرعت واحدة باسمي أنا وجوزي وولادي، وزرعت واحدة لواحدة صديقة لي. لأهمية زرع النخيل وهيدر بالخير الوفير على السادة المشاهدين والمستمعين المحتاجين، فقررنا أنا وعيلتي إن إحنا نشترك في خمس نخلات. كان في إيدي نخلتين كمان جاي أزرعهم، اتصلت بنبض الحياة قال لي لا خلاها للمرحلة الجاية في شهر 9، وجزاهم عنا كل خير لأن هي دي الأساس، نبض الحياة هي الأساس. بإذن الله كل عام بأمر الله اللي هنقدر عليها نعمله للكل ولله خالص الوجه الكريم والله. وانا يوم ما اتبرعت لوالدي بنخلتين عملت برضه ليا انا. انت عملتي صدقه جاريه نخله لوالدك؟ اثنين في 30/5، بس انا ما جتش، المندوب جه وخد مني الفلوس، فاخويا بقى شجعني وقال لي لازم نروح نزرع ونشوف على ارض الواقع. فعلا حاجه تانية جميله جميله. شفنا طبعا التقرير والوقف لله من المشروعات اللي انا بحبها جدا، وهي طبعا من اهم مشروعات مؤسسه نبض الحياه. الحمد لله رب العالمين، ده فضل من ربنا عز وجل علينا وعلى الساده المتبرعين، والله بجد فضل عظيم جدا. انا بسمي وقف النخيل ده كونتينر حسنات، كونتينر حسنات كده عداد بيعد لك في حياتك وبعد مماتك. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، بس لا ده اسمه الكريم سبحانه وتعالى، وآثارهم حتى اللي بعدهم بيكتب في موازين حسناتك، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله على الكلام الجميل الرائع ده، كلام ربي سبحانه وتعالى ليس أجمل منه كلام. ربنا سبحانه وتعالى هدانا للوقف الجميل ده لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعني أي حد من السادة المشاهدين دلوقتي بيتفرج علينا يقول لك أنا لو عملت في وقف النخيل يبقى أنا بحيي سنة سيدنا النبي؟ طبعا صلى الله عليه وسلم، ده حاجة هاخد فيها أجر عظيم، ده أجور مش أجر واحد. أولا أنت أطعت ربك سبحانه وتعالى وأطعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول من يطع الرسول
فقد أطاع الله. وربنا سبحانه وتعالى زي ما أسيادنا علمونا قال في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا سلام لو ربنا حبك في وقف النخيل ده، عظمة على عظمة على عظمة على عظمة. بفضل الله عز وجل مؤسسة نبض الحياة وصلنا فيها أستاذة دعاء دلوقتي للمرحلة الثالثة. زرعنا لحد دلوقتي 750 فدان من إجمالي 1000 فدان في الوادي الجديد، دي بعد العشرة فدان اللي اتزرعوا في وادي النطرون نخيل برحي. اللي في وادي النطرون 10 فدان نخيل برحي، أما في الوادي الجديد اسمه مجدول. أوه. وده من أعظم وأفخم أنواع البلح، أحلى الأنواع. التمر الجميل ده حتى في إقبال عليه عالمي. العالم كله بيحب التمر ده بالأخص فعلا. طب أنا دلوقتي الريع بتاع النخلة دي هيروح فين؟ هيعمل لك وصلة مية، هيعمل لك بير ارتوازية، هيعمل لك بير تجميعية، هيشارك معك في محطات التحلية، هيعمل لك سهم في حملة سترة، هيعمل لك سهم في حملة وقاية ورعاية وبناء المستشفيات، هيعمل لك سهم في مساعدة الطلاب المغتربين أو المش قادرين يتعلموا، هيعمل لك أسهم كتيرة جدا جدا جدا. عشان كده أنا بقول ده كونتينر حسنات، كونتينر. يعني كل إنسان دلوقتي المفروض ما يسيبش الباب الجميل ده، باب وقف النخيل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيسألوه: هو إيه الوقف ده؟ يعني إيه كلمة وقف؟ قال لهم: هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. يعني إيه؟ أنا بحبس الأصل، أصل ده بتاع ربنا مش بتاع حد، ده بتاع رب العباد سبحانه وتعالى. طب وتسبيل الثمرة يعني جعل الريع اللي هيطلع من النخيل ده في سبيل الله عز وجل، في كل باب من أبواب الخير. مين فينا مش عايز الجنة تناديله من أبوابها الثمانية؟ مين فينا مش عايز كل ده؟ لا، كلنا عايزين. طب واحد دلوقتي ممكن مش شاهدنا دلوقتي السؤال أقول لك إيه؟ أنا عايز باب واحد بس. يا عم لا، خليك طماع، اطمع في اللي عند ربنا، ده هو طبعا الكريم سبحانه وتعالى. يعني تنادى زي سيدنا أبو بكر الصديق من أبواب الجنة الثمانية وتدخل منها أيها تشاء. الله. حتى والله يا أستاذة دعاء يعني من الجمال كله والعظمة كلها، محمد الله يرحمه اللي هو اللي استشهد في سيناء وأمه جاية بتعمل له نخلة. طب حد ممكن يسأل كده يقول لك: لا ده شهيد ومحتاج. مش محتاج أهو، شوفي بلغتنا إحنا. إنما لا، ده بقى العظمة بقى. زي ما هو كان بيأمن نفسنا، بفضل الله عز وجل حتى بعد موته بيأمن الفقراء والمساكين في بيوتهم، بيقول لهم: ما تزعلوش أبدا، أنا كنت واقف بأمنكم في سيناء واستشهدت في سبيل الله عز وجل، أنا برضو هأمنكم في الدنيا، هأمنكم بإذن الله، ده بإذن ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أعمل نخلة جميلة، أو إن والدي ووالدتي يعملوا نخلة رائعة، رعها يروح في كل باب من أبواب الخير عشان تعيشوا في أمان وطمأنينة. كل واحد فيكم لازم يعيش في أمان وطمأنينة. شفت الجمال كله يا أستاذ دعاء؟ وبشرى بشرها لنا الأستاذ عبد العزيز محمد رضا عبد العزيز، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. يا جماعة مش هنستنى شهر 9، بفضل ربنا عز وجل في موسم استثنائي لزراعة النخيل. مش المفروض النخل ليه وقت محدد في السنة؟ أيوة، اللي هو في الربيع. أيوة، اللي هو في شهر 2 و3 وشهر 9 و10. تمام. لا، في موسم استثنائي بقى بفضل الله عز وجل، وهيتزرع قريب إن شاء الله. إيه الموسم الاستثنائي؟ بفضل الله عز وجل فيه 3000 نخلة. بس النخلة فيهم ب7000 جنيه، مش بخمسة. ب7000 جنيه، مش بخمسة. ليه؟ لأن النخلة إحنا جايبينها يا أستاذ دعاء عمرها سنة. على طول كبيرة. أيوه كبيرة. فعادي ممكن تزرعها عادي في الوقت ده. تمام؟ دي يعني بشرة عظيمة. اللي هو لسه الصغير هو اللي لازم يتزرع. الفسايل هي اللي لازم تتزرع في شهر 2 أو 3 أو 4. تمام؟ الفسائل الصغيرة أو في شهر 8 أو في شهر 9. إنما دي إحنا جايبينها عمرها إيه بقى؟ عمرها سنة. عشان كده فتتنقل بس دي. أيوة، يا بس تتنقل. الله ينور على حضرتك. موسم استثنائي بقى. فأنا أخدها بفضل الله عز وجل، بس النخلة فيها ب7000 جنيه. للي يلحق بقى إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. وأنا أملي في ربنا كبير إن شاء الله عدل الخير يفضل شغال. وكل السادة المشاهدين إن شاء الله يبقوا معانا في الفرحة والسرور والعظمة اللي بتحصل ديت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيقول: 7 يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره. 7 حاجات: من علم علما، من أجرى نهرا، من حفر بئرا، من بنى مسجدا، من غرس نخلا، من غرس نخلا، من ورث مصحفا، من ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أبشر حضرتك والسادة المشاهدين الستة في وقف النخيل. إزاي بقى؟ علم علما. احنا بندعو من اول ما بدانا المشروع، بندعو طلبه كليه الزراعه على مستوى الجمهوريه يجوا يحضروا معانا وقف النخيل الخير. تمام. بفضل ربنا عز وجل من وقف النخيل هنصرف منه على الطلبه الغير مقتدرين علشان يتعلموا. حلو. هنحفر بير
بفضل الله عز وجل الأبار هتتحفر من وقف النخيل. من أجرى نهرا من الخير أو نهرا من الماء وفضل الله عز وجل بنعملهم في مطروح، بنعمل محطة تحلية، بنعمل أبار ارتوازية بفضل ربنا عز وجل. من ورث مصحفا بنجيب منها مصاحف ونحطها في بيوت الله عز وجل، ومنها كمان المساجد اللي هنبنيها ويبقى فيها حلقات للذكر وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. شوف 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 الجمال كله. أو ترك إيه؟ ولدا يستغفر له بعد موته. هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ترك ولده ولا ولدا؟ ولد للنكرة للعموم والشمول، يعني أي حد هيصل إليه الخير هو ابنك، وأي دعوة هترفعك في الجنة درجات. ربنا يقدر الجميع ويتقبل يا رب يا رب. اللهم آمين. ونشوف كمان تقرير تاني مع مؤسسة نبض الحياة ونرجع نعلق عليه. عملت نخلات كتير، وسبع نخلات، ونخلة منهم لزوجتي الله يرحمها الحاجة ليلى، ليلى محمد سيد عفيفي، وهي كانت عشرة عمر وكنت بحبها جدا، وقلت أعمل صدقة جارية تنفعها في قبرها الله يرحمها ويغفر لها. وعملت لأولادي وأنا كمان نخلات، سبع نخلات زرعتهم هنا في مؤسسة نبض الحياة في الوادي الجديد في الفرافرة، ودي صدقة جارية تنفعنا في وتنفعني في قبري وتنفع أولادي وتنفع زوجتي الله يرحمها ويغفر لها، وكنت بحبها جدا وبعزها جدا، وفرقتنا الله يرحمها ويغفر لها، ولكن أمر ربنا وقلت أزرع لها نخلة هي. اشتغلنا على الأقرب فالأبعد فالأبعد فالأبعد. اشتغلنا قبل كده في وادي النطرون العشرة فدان، فاكرينهم؟ وبعد كده اشتغلنا المرحلة الأولى في الوادي الجديد 250 فدان، وبعد كده المرحلة الثانية 250 فدان، والنهاردة 250 فدان المرحلة الثالثة، 30 ألف نخلة فضل ربنا سبحانه وتعالى، 30 ألف صدقة، 30 ألف بسمة، 30 ألف سعادة وبزيادة. والله سعادة وبزيادة النهاردة، الناس كلها فرحانة وسعيدة ومبسوطة. ليه؟ لأنهم شافوا الخير اللي هم تصدقوا به لوجه الله عز وجل جايين النهاردة بيغرسوه بإيديهم. الفرحة والسعادة كبيرة النهاردة يا جماعة. اللي ما تصدقش لوجه الله عز وجل وشارك معانا في وقف النخيل، أنا بقولك الفرصة لسه قدامك. كتير بيقولوا الفرصة ما بتكررش، لكن أنا بقولك طول ما فيك نفس الفرصة لسه قدامك. كل إنسان لازم يجيب لنفسه على أرض الواقع علامة تشهد له يوم القيامة. ولسه مكملين في وقف النخيل بفضل ربنا عز وجل يا أستاذ دعاء. يعني أنا بكمل الثواب العظيم اللي هو كونتينر حسنات، إن بيطلع على مدار عمر النخلة 25 فسيلة، 25 فسيلة على مدار عمر النخل. يعني بفضل ربنا عز وجل تتخذ الفسائل دي تتزرع تاني، وكل ده في ميزان مين؟ كل ده في موازين حسنات اللي بينفق في سبيل الله عز وجل، اللي بيتقرب لربنا عز وجل، وبخاصة بقى في الشهر العظيم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوزع فيه الرحمات والبركات. بس لمين؟ للي سعى. لأن ربنا قال في القرآن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يعني إذن الآخرة لها سعي سبيشال بتاعها هي لوحدها، مش اي حد يسعاه، لا، اللي هو مين بقى؟ اللي بينافس واللي بيسابق. طب انا ما معيش اعمل ايه؟ انا ما معيش خالص اعمل ايه؟ اقول لك دل غيرك على الخير. قول لغيرك مؤسسة نبض الحياة عندها موسم استثنائي 3000 نخلة، والنخلة فيه ب 7000 جنيه اللي عاوز يلحق، والنخلة عمرها سنة بفضل ربنا عز وجل. في ناس تانية عايزة تستنى شهر 9، مفيش ادنى مشكلة، الدنيا مفتوحة بفضل ربنا عز وجل. في ناس تالتة بقى تقول لك ايه بقى؟ طب انا عايز اعمل نخلة بالتقسيط، ينفع؟ اقول له اه ينفع. ينفع تعمل نخلة بالتقسيط، تعمل سهم الشهر ده وسهم الشهر الجاي وسهم الشهر اللي بعده، تمام، وتاخد بيهم ايصالات، وبفضل الله عز وجل في اخر الايصالات ديت في اخر ما تجمع ال 5000 جنيه بيتعمل لك النخلة. لان من اراد ان يرضي مولاه فليقدم اخراه على دنياه، وليسعد بصدقات قلب سيدنا رسول الله، وليتواصل مع نبض الحياة.
بشكر حضرتك جدا في نهايه الحلقه، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.